السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي واهم اخبار كره القدم المصريه الفاسده من وجهه نظر احمد حسام ميدو. لكن خلينا الاول نتكلم عن النادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي، ويعني اتجاه لراحه بيرسيتاو من مباراه حرس الحدود. بيرسيتاو ادى بطوله كبيره جدا، دوري ابطال افريقيا، 10 مساهمات، الاعلى في عدد المساهمات داخل البطولة. وكمان من فترة أبو تريكة مفيش لاعب في النادي الأهلي ساهم في 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أيضا محمود متولي هيغيب للإصابة، عندنا مباراة حرس الحدود، هي مباراة مؤجلة من الدور الأول، وبإذن الله بإذن الله نحسم الأمر. حتى وإن كان مباراة الدور الأول أو الأربع فرق اللي هيروحوا للاتحاد الأفريقي هيكون يوم 15/7، وزي ما أكدت لحضراتكم امبارح النهارده ثلاثة أخبار مؤكدة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية إن خلاص 15/7 بعد اكتوبر الكاف للموافقه ان الاربع انديه تاجلوا 15/7، واكاد اجزم ان ده هيحصل. لكن نروح للكابتن احمد حسام ميدو. الكابتن احمد حسام ميدو اللي احنا من فتره طويله قلت لكم ده القائم باعمال رئيس نادي الزمالك وربما المتحدث الرسمي عن نادي الزمالك وكل حاجه متعلقه بنادي الزمالك، والكلام ده من خلال استغلال برنامج المفترض ان هو برنامج محايد ثم يتحدث عن الفساد. أستاذ أحمد حسام ميدو، حضرتك اللي بتعمله ده في حد ذاته هو إخلال بمبدأ البرنامج نفسه اللي أنت بتقدمه، لأن الحقيقة أنت المفترض حتى لو منحاز يكون عندك انحياز بموضوعية، يكون عندك احترام وتقدير للجماهير الأخرى، خاصة وأنت في قناة محايدة، أنت مش في قناة نادي الزمالك، فاللي أنت بتعمله أصلا فساد إعلامي. فغريب جدا وأنت بترتكب ما اطلقنا عليه الفساد الاعلامي انك تتحدث عن تضارب المصالح في الاتحاد المصري لكره القدم، والغريب انك انت لما تتحدث عن تضارب المصالح تتحدث وانت شايف بعين واحده مش بعينين. بمعنى ايه؟ هو طبعا في مشكله اكيد بينه وبين الحاج عامر حسين، في مشكله واضحه وربما مشكله مفتعله من قبل احمد حسام ميدو. عشان نبدا نفكر في المشكله وايه الصراع اللي داير بين الحاج عامر حسين واحمد حسام ميدو وننسى ما يحدث لنادي الزمالك. ولكن خليني اخد نقطه نقطه من اللي قال احمد حسام ميدو ونشوف فعلا فساد كره القدم المصريه من وجهه نظر احمد حسام ميدو اللي هو بيحاول من وجهه نظره، وانا اكاد اجزم بل متاكد ان ده مش الصالح العام اللي بيسعى ليه ميدو، وبيسعى لصالح نادي الزمالك. قال الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، ازاي يكون رئيس لجنه مسابقات ده تضارب مصالح؟ تمام جدا. طب ما شفتش حازم امام ازاي يكون في نادي او مجلس اداره نادي وهو عضو مجلس اداره اتحاد المصري لكره القدم؟ ما شفتش النائب احمد دياب وهو رئيس الرابطه وهو مدير تنفيذي لشركه تدير نادي من الأندية وكمان اسمه ارتبط بنادي صاعد آخر؟ ما شفتش ده؟ يعني انت ما حسيتش فقط لغير إلا بالحاج عامر حسين وشفت ان ده تضارب مصالح. طب الحقيقة يعني وانت بتوجه انتقادك للاتحاد وانت بتقول الموافق على ده كاتحاد، يبقى كمان الاتحاد في جريمة ترتكب باسم الاتحاد واللي مش عاجبه يمشي. طب ما ركزتش كده وانت بتطرح نفس الخبر ان الاتحاد ده فتح حساب لنادي الزمالك داخل حساب الاتحاد، يتم تحويل مبالغ نادي الزمالك على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتم جدولة مديونية نادي الزمالك لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم بدفع 15 مليون كل فترة انتقالات. طب يا ترى وانت هتدفع ال 15 مليون من 60 مليون القديمة، هتدفع ايضا الرسوم بقى بتاع الانتقالات الجديدة والتعاقدات الجديدة والصفقات الجديدة للاتحاد المصري، ولا برضو احنا بندفع الجديد القديم وركن الجديد؟ القصة تبقى ايه؟ لكن مش ده الموضوع. الموضوع بالنسبة لي لو انت واحد شايف ان في تضارب المصالح فساد، فالمفترض تشوف ان ما يحدث هو التفاف على القانون، والالتفاف على القانون فساد، لان ممدوح عباس له فلوس بحكم محكمة القضاء بحكم محكمة طلع قرار بالحجز على أرصدة نادي الزمالك. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل دلوقتي التفاف على القانون، عدم تطبيق القانون، تحايل على القانون. ده مش فساد يا ميدو؟ لما النهاردة يبقى صفقة امام عاشور يتم تحويلها من نادي ميتلاند وتتحول لحساب رابطة الاندية برعاية وزير الشباب والرياضة ثم نادي الزمالك يحصل على المقابل المالي من رابطة الاندية، ده مش فساد يا ميدو؟ ده مش فساد؟ لما تيجي تتحدث عن قصة
لجان ومسابقات وعدم وجود لوائح. انت بتقول عدم وجود لوائح، لكن الحقيقه اللوائح موجوده، لكن انت شفت المشكله فين؟ في ازمه كهرباء وحاولت تعمل ايه؟ ما تيجي نديكم شويه عسل. يا جماعه ازمه كهرباء لا المخطئ فيها النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا اتحاد الكره، وانما عدم وجود لوائح. طب ما اتحاد الكره مسؤول عن وجود اللوائح، بس هو عايز يشير لمين؟ الحاج عامر حسين. طيب بما انك اتكلمت عن ازمه كهرباء، ما شفتش ان ازمه كهرباء لا قصه لوائح ولا قصة لجنة انضباط ولا قصة لجنة مسابقات، ولكن قصة تجاوز وتطاول رئيس نادي الزمالك اللي انت فخور ان انت حاطط ايدك في ايده وبتقول الناس بتموت جوه نادي الزمالك ان انا حاطط ايدي في ايد مرتضى؟ ما شفتش الازمة الحقيقية سببها ان السادة قضاء اجلاء وصل بيهم الحال ان هم مش عارفين ياخدوا حق ولا باطل من تجاوزات رئيس النادي اللي انت حاطط ايدك في ايده لما تجاوز وقدموا استقالتهم؟ هي دي الأزمة بتاعت قضية كهرباء. لكن مش غياب لوائح، مش أهلي، مش زمالك، مش عارف إيه اللي أنت قلته. لا، هي زمالك بس، هي مرتضى بس، هي رئيس النادي المعزول بس. التجاوز والتطور اللي حصل والاستقالة اللي قدمها اللي قدموها السادة الأجلاء القضاء الأجلاء في لجنة الانضباط مسببة بأن تم التجاوز من خلال مرتضى منصور اللي انت بتفخر ان انت حاط ايدك في ايده، لكن انت مش هتشوف ده. انت عايز تودي الناس بصوا العصفوره وتبدا تتكلم اصلا انا كنت وكنت وكنت وكنت، والناس لازم تستفيد مني والناس لازم تمشي ورايا وانا هدفي الصالح العام. لو هدفك الصالح العام يبقى لما رئيس نادي يتجاوز ما ينفعش تحط ايدك في ايده، لما رئيس نادي يكون معزول بحكم محكمه القضاء الاداري ما ينفعش تطلع في الاعلام وتقول اتفقنا مع رئيس نادي الزمالك. أنا على أي أساس رئيس نادي الزمالك الآن يدير نادي الزمالك يميده؟ يا من تتحدث عن الفساد، على أي أساس؟ التويتة بتاعتك واضحة جدا عشان يبقى الأمر مفهوش أي تجن. قالك إيه؟ الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك، سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي قبل العيد، وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا إلى 50% من مستحقاتهم هذا الموسم. لن يتم دفع جنيه إلى أي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المؤخرة للاعبي الفريق. كل ده ولا يهمنا. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى منصور بذكاء كبير، حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكورة. هو بيدير إزاي؟ بيدير إزاي وهو أصلا معزول؟ ده مش فساد يا ميدو؟ ده مش تحايل على القانون يا ميدو؟ ده وزارة الشباب والرياضة طلع فيها حكم محكمة انها كانت سلبية تجاه تنفيذ القرار. الغريب انه بيتحدث عن الاحتقان فيبدأ يشير للاحتقان ايه؟ لا 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 لا، مش هيقول زي ما انت فاهم، مش هيقول ان في رئيس نادي بيطلع يتجاوز وبيطلع وراه مجموعة من سادة المفترض ان هم اعلاميين بيرددوا نفس الكلام اللي هو بيردده. ما خلاص كلهم اصبحوا شخص واحد، اصبحوا شخص واحد بيتكلموا بنفس الطريقه بنفس اللهجه بنفس المصطلحات بالرسائل اللي بتيجي بتتقال، الرسائل اللي بتيجي بتتقال. لكن يقول لك لا، ده الاحتقان اللي بسبب رئيس نادي عنده لجان الكترونيه بيعملوا مشاكل. يا راجل، بقى الاحتقان بسبب رئيس نادي عنده لجان الكترونيه بيعملوا مشاكل؟ في اشاره واضحه لما نرتب احداث وكلامك ووجهات نظرك السابقه نبقى عارفين انت بتشير لمين. يا راجل، طب نفترض ان انت بتشير لحاجه وانت عارف كويس قوي انها غير صحيحه حتى مش واضحه. طب بالنسبه للواضح انت مش شايفه؟ الاساءات والخروج عن النص والتجاوز والتطاول الواضح ده اللي اصلا في يوم من ايام اصابك انت، اللي في يوم من الايام تطاول في حقك انت، في حق شرفك انت، ده عادي؟ ده مش فساد؟ يعني هل ده مش فساد؟ وتقول لي انا بتحدث اصل المغاربه والتوانسه والخليج وكل الناس بتضحك علينا لما تلاقي فريق لاعب 30 وفريق لاعب 24 وفريق لاعب 28، الناس بتضحك علينا؟ طب ما انت عارف كويس قوي ان الامور دي مرتبطه بفريق بينجح في افريقيا بيلعب كاس عالم انديه وفرق اخرى اخرها دور المجموعات. ابو ريحوا يا جماعه لما النادي الاهلي يخلص. طب هو الكلام ده مش محطوط بلوائح؟ محطوط بلوائح حميد، بس انت مش عايز تسمع، مش عايز تشوف. هو النادي الاهلي لما لعب يوم الثلاث وهو عنده مباراه في جنوب افريقيا يوم السبت اتاجلت مباراه المقاولين العرب؟ لا. طب ما اتاجلتش ليه؟ لان اللائحه بتقول لك اربع ايام.
لما تكون المباراة خارج ملعبك. طب المباراة حظك جت فين؟ في السودان، في تونس، في المغرب، جت في جنوب افريقيا، هم الاربع ايام. جت في اي دولة في افريقيا، هم الاربع ايام. اتطبقت على النادي الاهلي. النادي الاهلي رجع من كاس العالم الاندية، لعب الهلال السوداني في السودان، راح على اسوان لعب مباراة اسوان. 72 ساعة فرق بين المباراتين. قول لي امتى النادي الاهلي كان متاح ان هو يلعب وتم تأجيل. لما تيجي تتكلم عن دور الثمانية اللي حصل مع بيراميدز اللي خرج، حصل مع النادي الاهلي. ما ينفعش يلعب مباراة بين الدورين، الدور الاقصائي. مباراة النهائي ما فيش مباراة. النادي الاهلي كان هيجي من السوبر الاماراتي يلعب حرس الحدود، لولا ان الترجي قدم مواعيد المباراة ليوم الجمعة. فكسر القاعدة وكسر اللائحة، ما بقاش ينفع ثلاث وجمعة. لو السبت كان هيلعب الثلاث مع حرس الحدود. بس انت مش عايز تشوف غير انك تعمل ازمة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا، فتلهي الناس عن كوارث بتحصل برعايتك وانت شايفها عادي جدا، وبتمدح كمان اللي بيعملوها. قول لي في اي دولة في العالم حساب نادي بيطلع وبيخرج كده من رحم حساب للاتحاد؟ قول لي في اي دولة في العالم، بما انك بتتكلم عن الفساد، يبقى عليك 60 مليون جنيه للاتحاد في كرة القدم. قول لي في اي دولة في العالم يبقى الاتحاد المصري لكرة الطائرة له مديونيات 12 مليون جنيه عند كل الاندية، 9 منهم عند الزمالك. هو انت عايز تصلح الكون من ناحية واحدة؟ انت لو اصلحت العلاقة بين نادي الزمالك ومؤسسات الدولة ان نادي الزمالك يدفع المديونيات اللي عليه، انتهى 9 أعشار الفساد اللي في الرياضة المصرية. 9 أعشار الفساد اللي في الرياضة المصرية انتهى. ونبدا نصلح معاك بقى وبقلب وبشغف وبحماس العش الباقي من الفساد. لكن صلح بس ده، صلح ده، خلي عندك رئيس نادي لا يتجاوز، لا يتطاول، لا ينقل الرياضه من الملاعب لساحات المحاكم. صلحت 50% من الفساد. خلي بس نادي الزمالك يكون عنده القدره على انه يسدد مستحقات الاتحادات المصريه ويسدد مستحقات اللعيبه المحترفين. بما انك بتقول اصل جالنا من الخارج ان يا جماعه بيحذروا اللعيبه المحترفين من التعاقد مع الانديه، ما هو بسبب نادي الزمالك. مين اكتر نادي عنده مشاكل مع الانديه المحترفين؟ مين النادي اللي حبس يعني مدير فني وجاب السفاره تطلعه من النادي؟ مين هو؟ انت ازاي مش شايف الكلام ده؟ ما انا عشان اصدقك وعشان اصدق نواياك لازم تطلع كده تقول لي انا ضد كل الفساد اللي موجود في الساحه الرياضيه. لكن انت طالع مفكرنا ان احنا بناكل من الاونطة؟ لا، احنا بناكلش من الاونطة الحقيقة. والحقيقة يعني للأسف من فترة قريبة كنت شايف ان انت ممكن تكون اعلامي قادر تفيد المجال الرياضي حتى وانت زملكاوي. كنت شايف ان حتى ممكن يتلعب الديبيت معاك بشكل فيه رقي. لكن الحقيقة بقى واضح قوي 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 ان انت فقدت ادنى معايير الاعلام في قناة محايدة. انا رأيي روح قناة الزمالك وخد البرنامج الرئيسي، وقتها اقول لك اللي انت بتعمله ده هو الصح. لان انت خلاص لبست رداء نادي الزمالك، طلعت في قناة فئوية، حقك انك تدافع عن نادي الزمالك وتقدم كل اللي انت عايز تقدمه من خلال قناة نادي الزمالك. لكن ده اللي انت بتعمله ده هو تجني على حق الجماهير، هو خداع لمن ولاك مسؤولية برنامج محايد تتحدث بحياد. باختصار شديد جدا لو بتتكلم عن تضارب مصالح، هو ده بالظبط اللي انت بتعمله، تضارب المصالح. يعني ده باختصار شديد الانترو العظيم اللي قاعد ميدو يحضر ليه ويتكلم ويتحدث عن مصلحة كرة القدم المصرية. وانا بكررها لك، لو نادي الزمالك بجد التزم باللوائح والقوانين والاخلاق الرياضية وعدم الخروج عن النص والتطاول والتجاوز، انتهى 9 أعشار الفساد في المجال الرياضي المصري بكل او بمختلف الالعاب. مفيش اتحاد الا وهو على مشكله مع نادي الزمالك. وزارات تضامن اجتماعي وضرائب وامور كثيره جدا مشاكل مع نادي الزمالك. فلو حلينا كل ده، لو حلينا كل القضايا دي، لو حلينا 17 مليون دولار في الفيفا خلافات ما بين وصراعات ما بين نادي الزمالك ولاعبين محترفين، قضيت على 90% من الفساد في كرة القدم المصرية والألعاب الأخرى. ده باختصار شديد
قصه ميدو. يعني النقله هنا للافضل من وجهه نظر، لان انت هتنقل هنا من الشكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده لمحمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي. انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، بحبه جدا. يعني انا لما بكون متعاطف مع لاعب معين بيبدو ده، لكن والله دايما بتكلم بقدر الامكان بالموضوعيه، عشان حتى وانت منحاز يبقى ايه تشغل دماغك. الحقيقه الشناوي بالنسبه لي مش بس افضل حارس مرمى داخل القاره، لا الشناوي انا اتكلمت قبل البطوله التاسعه بعد رحيل احمد فتحي اخر كابتن قبل كابتن محمد الشناوي، وقلت بوضوح في قناه النادي الاهلي لعلها تكون بطوله المخلصين. كان اول ماتش بيلعبه محمد الشناوي وهو كابتن النادي الاهلي، اول ماتش الكابتن الدائم بقى يكون باغلى بطوله وهي البطوله التاسعه. دي كانت رساله للمخلصين. قلت لكم الشناوي جاله عروض من النصر السعودي، وجاله عروض بمبالغ ماليه مرعبه، وهو كان بياخد ربع حارس مرمى، ربع قيمه عقد حارس مرمى احتياطي في نادي الزمالك، ربع القيمه. وقال ايه؟ قال الموضوع يخص النادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب. والراجل قاعد في النادي الاهلي، صحيح هو حاليا افضل او اعلى تعاقد للعيبة المصريين، ولكن هو يستحق ذلك الحقيقه. اتكلم باختصار شديد ان هو ابن النادي الاهلي وفضل النادي الاهلي كبير عليه، ولكن في نقطه مهمه جدا ايضا نتكلم فيها عشان نكون واضحين. اتكلم في ان مازال بيسعى للاحتراف، ولكن عايز يخرج من الباب الكبير ويخرج بموافقه النادي الاهلي، وفي حاله احتياج النادي الاهلي ليه في اي وقت هيرجع بدون تفكير. انا شايف من وجهه نظري ان احنا لابد في وقت من الاوقات، وده حارس مرمى، ان هو على الاقل يطلع سنه اعاره للخليج. وشايف من وجهه نظري ان انت عندك القدره على انك تدعم مركز حراسه المرمى بشكل واضح جدا. عندنا مصطفى شوبير قدم مستوى هايل جدا، ولكن ينقصه الخبرات بالتاكيد. عندنا علي لطفي، عندنا اتكلمت بوضوح ان محمد ابو جبل يتمنى اللعب في النادي الاهلي، وهو في وقت من الاوقات وصل لانه حارس مرمى منتخب مصر بعد اصابه كابتن محمد الشناوي. ولكن في النهايه القرارات دي قرارات النادي الاهلي، واكيد مجلس اداره النادي الاهلي. وانا متاكد العلاقه القويه ما بين رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكابتن فريق النادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي علاقه اب بابنه، ده بمعنى الحرف للكلمه. علاقه الكابتن محمود الخطيب بالكابتن محمد الشناوي هي علاقه اب بابنه، وبالتالي انا عارف كويس قوي ان مصلحه النادي الاهلي هتظل فوق الجميع في قصه التعامل مع اللاعبين. مش قلقان من اللي جاي، مطمن جدا. يعني بوادر ايجابيه في قصه حسين الشحات، نامل انها تنتهي بشكل ايجابي للنادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على تقويه الفريق ودعم الفريق بشكل واضح جدا قبل الموسم القادم. واننا بنتكلم عن الصفقات، الحقيقه طلع تصريح لكابتن حازم امام قال لك الزمالك هيقيد صفقاته قبل البطوله العربيه. اللي هو ازاي؟ الموسم مش هينتهي قبل 15/7، استحاله. والموسم موعده المحدد الانتهاء فيه الموسم 25/7. الزمالك هيقيد ازاي؟ هل هيتم فتح استثناء لنادي الزمالك كعاده التعامل من اتحادات الكره مع نادي الزمالك؟ لابد ان يتم بدايه القيد بعد انتهاء الموسم الحالي. الموسم الحالي اللي لسه نهايته مش 25/7، ده نهايه الدوري، ما اعرفش كاس مصر هيحصل فيه ايه. فانا مش عارف كابتن حازم جايب الثقه منين في فكره قيد لاعبي نادي الزمالك، وقال ان هو الممثل الوحيد لكره القدم المصريه في البطوله العربيه. مع كامل احترامي دي مش بطوله افريقيه يا كابتن حازم، وزي ما اتعاملت مع منتخب مصر وهو بيلعب مباراه وديه وخدت 2 لعيبه ووديتهم نادي الزمالك يلعبوا مباراه في دور ال 64، واعتبرت النادي الزمالك بيلعب مباراه رسميه والمنتخب الوطني بيلعب مباراه وديه، فالبطولات العربيه هي بطولات غير معتمده من قبل الاتحاد الدولي يا كابتن حازم، وبالتالي قصه الاستثناءات مرفوضه تماما تماما تماما، حتى مع ثقتي الكبيره ان نادي الزمالك مش هيقدر اصلا قبل 15/7 يوفر 5 صفقات اللي هو بيتكلم فيهم المتحدث الرسمي عن نادي الزمالك، يعني مجازا الكابتن احمد حسام ميدو. مش عايز اصرح رقم اكتر من كده. اشوفكم على خير، والاهلي دايما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.